انتوا تعاونتوا مع شعراء كتير في المصريين، شعراء كبار صح؟ طبعا يعني صلاح جاهين، عمر بطيش، عبد الرحيم منصور صح؟ لا عبد الرحيم منصور لا بابينك في عمل عبد الرحيم منصور مع منير بس في عندنا واحد اثنين مهمين جدا، مرسي السيد. مرسي السيد طبعا، والدكتور هاني زكي اللي عامل لما كان محجزه الله ده في امريكا، وده نقله كانت جامده قوي بالنسبه لنا. كلام عميق جدا جدا، ان هو اصلا متعلم فرنساوي فمطلع على ثقافه غيرنا وعلى ثقافتنا. الحاجه دي بتبقى دايما كده جميل جدا. فرقه المصريين اصلا جات لك فكرتها منين؟ وانت حضرتك برضو كان ليك فرق تانية يعني، القطط الصغيره تقريبا صح؟ لا وفرقه غربيه شويه، مش غربيه شويه، غربيه وإيوان جدا. ايوه غربيه خالص، غربيه وايه وان تقريبا. بعد كده كل ده كل ده كان بالظبط بنلعب كفرز مش حاجه اصليه بتاعتنا. فرقه المصريين دي جت من ثلاث روافد. الرافد الاولاني ان ده كان مطلب شبابي. ليه احنا ما لناش فرقه خاصه زي الانجليز عندهم البيتلز وغيره وفرق الروك بقى اللي دخلت بعد كده كتير. اتنين، الاستاذ نجيب محفوظ قبل ما يبقى ياخد نوبل كان جاي يعمل حديث صحفي وقال ما بتلعبوش عربي ليه؟ قلت له الاغنيه العربي المقدمه بتاعتها بثلاث اغاني من بتوعنا وما تدلش دلاله عضويه على اللي جاي ومش عارف ايه. فلسفت يعني. قال لي لا تستبدل شهوه العمل بشهوه الكلام. بجد والله؟ قال لك كده؟ لا تستبدل شهوه العمل بشهوه الكلام. ماشي. فانا طبعا بان عليا ما فهمتش. قال لي اعمل الاغنيه اللي انت شايفها كويسه. يعني انت معترض على ايه؟ على حاجات. سيب الحاجات دي كلها واعمل انت الصح. رافض التالت ان الاستاذ الكبير عبد الحليم حافظ كان بيجي يقف على يميني كده وانا بلعب ويعزمني على الغداء بتاعه، انا كنت ازوغ منه. لان طبعا دلوقتي لما عازم اي حد من الشباب ما بيجيش طبعا، ما يرضاش يجي، لان هم لهم لغه مع بعضهم ولهم افيهاتهم وقفشاتهم وبتاع، مش بيحسوا ان انا تقيل على القعده. لا ايا كان، لا ده شعور طبيعي. لغايه ما جينا بقى القاهره وكلمني، خلص العقد بتاعنا في اسكندريه وجينا القاهره وكلمني. قال لي انا جبت جهاز اسمه سوبر سترينجز. سوبر سترينجز. قلت له استهجاها. قال لي اس ار اي ان جي. قلت له انا جاي لك. انت ساكن فين؟ قال لي قدام حديقة الأسماك. قلت له ألف من هذيلني وقفلت في وشه السكة وجاري على هناك. عبد الحليم. كنت قاري كتير عن الجهاز ده. رحت. كان هو أول واحد يجيب السوبر سترينجز دي. رحت ضربت الجرس، فتحت ست قصيرة وسمرة كده. وعلى غير العادة أنا مؤدب يعني، سلام عليكم وعليكم السلام هاي بتاع. على رجل العادة رحت داخل على طول لأني شفت الجهاز في آخر الصالة. دخلت حطيت الكوبس وقعدت ألعب. بلعب بقى الأغاني اللي إحنا بنعرفها. اللي هي سترينجر إن ذا نايت، في جو أواي، نمكيتو بام. الكلاسيكس دي. طلع عبد الحليم بقى بعد شوية، سابني شوية. طلع بعد شوية. الجهاز ده بقى بيعمل إيه؟ الوتريات كلها. الفيولينا، الفيولا، الفيولانسيل، التشيلو. كنت باص كل حاجه اسمها وتريات فيه. واو. كانت نقله نوعيه طبعا. طلع قال لي تعرفش حاجه من الحاجات دي؟ قلت له اعرف اهواك. قال طب العب. قعدت العب له اهواك بتنويعات. هو ذهل من كتر التنويعات ان انا ممكن العبها ب 600 شكل. قال لي وقف، انا عايزك تعمل لي بقى فرقه زي البتيشر كده ما تزيدش عن اربع خمس افراد. عايز تعمل، هو كان عبد الحليم بيقول لك عايز فرقه ما تزيدش عن اربع خمس افراد. قلت له طيب بس انا ليا شرط. كشخ. ليه كشخ بقى؟ انا بتعامل زي مثلا ما اتعامل مع وجدي فرانسيس، مع الصبح بدير، مع الناس بتوعنا. ما عندناش فرق بقى ان ده
هو بالنسبه له دكه عم سيد بتشخط على الهرم الاكبر. طبعا ايوه كع قال لي استغرب خير انا العب حليم يعني. قلت له انا اللي العب على الجهاز. قال لي ما انا اجيبه لك. ولعبت على الجهاز ده وقعدنا نعمل بقى بروفات. جبت بقى درامر اسمه رياض وجبت باسيستو وجبت عمر خوكشت لانه كان معانا وكان في المسيح في نفس الوقت الله يرحمه. الله يرحمه. فكان معانا في الفتيشه وكان في المسيح. وعملنا بروفات وبعدين بعد اظن اسبوع او حاجه قال لي احمد فؤاد حسن واخد موقف وبيقول لو هتطلع على الفرقه الصغيره دي الناس هتفتكرك خطيب المسيح وتلعب مع الفرقه الصغيره بس. فهنضيف الاستاذ الكبير هاني مهنا الله الاستاذ مختار السيد واو والاستاذ حسن عمر. قلت له ماله استاذك بقى اسماء كبيره كلها طبعا. وعملنا الحفله واي حد ممكن يشوف على الجوجل حفل عبد الحليم حط الجزء الثاني نادي الجزيرة. نادي الجزيرة نلاقيها على اليوتيوب ممكن. بس انا بشنب. انا كنت بشنب ماشي. خلصنا بقى نزلنا قال لي احنا يا هاني احنا لقينا بعضنا. حجز التذاكر بتاعت الطيران هيبقى قليل. حجز الفنادق هيبقى قليل. احنا هنلف العالم ونوريه قد ايه مزيكتنا حلوه. بس طبعا ده كان اخر مره اشوفه يعني.